لكنه في النهايه شمع وروح، مش كده برضه اللي هيعمل؟ هو القاضي هياخد الصندوق مع البيت اللي هيعمل يا فندم؟ شمع وروح. يعني واحد دي تاني يعني لذيذ جدا، كان عندنا واحد كده جنب بيتنا، كان عندنا حلاق، انا بقول لك قصه حقيقيه، جنب بيتنا في طنطا والله العظيم ثلاثه، فكان جم شمعوا له المحل، شمعوا المحل، فكان يجيب الصبي الصبح يقول له فك الشمع يالا، يفك الشمع ويفضل يشتغل ومكنه الحلاق بتاع، بالليل هو مراه له شمع يالا. هو الشمع ده يعني ما هو مش حاجه معموله بال، لا ما بتتفتح وبتتقفل، انت سمحت بالتشكيك، وده اللي قاله الوزير من البدايه. الكلام ده احنا ما نعرفوش داخل النادي الاهلي. الاهلي طول عمره على مدار تاريخه، واي واحد مكاني قاعد هنا في قناه الاهلي مستحيل يقول الكلام ده على ناديه. الاهلي ما يعرفش النوايا الخبيثه والتزوير والكلام ده، ده اهانه للنادي اللي انت اتربيت فيه، وكل يوم تطلع علينا انا الكابتن مش عارف ايه وعملت ايه ورحت فين وعملت ايه. لحم كتافك من غير من خير النادي الاهلي، هو اللي خلى الناس الجماهير كلها دي تعرفك، هو اللي وداك كاس عالم، وهو اللي خلاك تبقى في البرامج، وهو اي بيت كلنا عايشين فيه هو الاهلي. لكن بالكلام الاهلي ما يعرفش الكلام ده، حضرتك بس اللي تعرف الكلام ده كويس وقوي، وانت اللي قلته. اتفضل. طيب قول لي، يعني اتقال برضو خليك بصراحه تديك طبعا، اتقال انك في نفس الانتخابات في 2010 سويت بطاقه نفسك في بعض سنوات. حصل اه طبعا، ده اعتراف احترمك عليه واقدرك عليه. حصل سويت. ومعظم اللي جاي، معظم اللي جاي اه، في لجنه سودنا فيها 5000 بطاقه. مش الاهلي اللي يعرف الكلام ده، مش الاهلي اللي يعرف الكلام ده. الاهلي عظيم شامخ، بعضها جامعته العمومية بولاده ورموزه المحترمين، مش الأهلي اللي يعمل الكلام ده. وفي الآخر عايزيننا نسكت يا أهلوية، وفي الآخر عايزيننا نشوف الغلط، عشان اللي احنا بنجيب الغلط ومش عاجب البعض يبقى في الآخر احنا اللي وحشين. هقول لحضراتكم على حاجة، أنا بينتلكوا مين اللي اشتغل انتخابات، وعندي أكتر من كده بكتير، لكن النهاردة حلقة الانتصار في الحق، حلقة انتصار الجمعية العمومية، جايين نفرح، وجايين نفرح بالجمعية العمومية، وجايين نقول لهم مبروك، ونزلت وأقرت دستورها ولايحتها. اللي عايز بقى يتكلم يتكلم مع 15,000 اللي راحوا وقالوا الأهلي أنا مع لايحتي ومع دستوري، لكن أنت سبت الدنيا كلها وطلعت متعصب علينا وطلعت تحبط الجمعية العمومية. هوجه رسالة، أنت إحنا المفروض لما كل واحد بيعمل حاجة لوحده بره الإعلام ما حدش يعرف عنه حاجة، أنت طلعت قلت لنا اللي حضرتك رايح الحج وواقف قدام الكعبة. قبل ما أتكلم وأوجه نصيحة هقول لك كلمتين، والكلمتين أنت عملتهم. طلعت على مدير النادي الأهلي المحترم اللي بياكل او كل جنيه بيدخل جيبه من عرق ومجهود وحب وعشق للنادي الاهلي، هو لواء محترم وعظيم. طلعت قلت عليه سول وهنته وزوجته، وانت بتقول كده اللي انا عرفته كانت زوجته وولاده قاعدين جنبه. طلعت اتكلمت على المحترم المستشار رجاء عطيه المحترم، وقلت انا مش فاهم منك حاجه ومش عارف انت بتعمل ايه وبتودينا يمين وشمال، وهنت الراجل كلام لا يصح اللي هو يتقال. طلعت قلت الشيخ زايد ومدينة نصر واوعوا تروحوا، ده في ناس بيكلموني وعشان كده انا طلعت. محدش كلمك لان لو كنت جيت كنت هتتعاقب عقاب شديد من اللي عملتوه. برنامج راح يصور الصناديق الفاضية الساعة 10 الصبح ولا 9 الصبح اول ما ابتدت الجمعية العمومية وموجودة، راح ساب الزحمة ويصوروا الفاضي، وفي الاخر عايزينهم يبقوا موجودين، مع ان النادي الاهلي على مدار تاريخه ممنوع حد يدخل يصور اي قناه، ايام الكابتن حسن وايام الكابتن صالح كنا موجودين وبنشوف. كمان اللي انا عايز اقوله، اتكلمت على رموز كانت في يوم من الايام ماسكه النادي الاهلي، شفنا ناس كتير غلطت وعملت حاجات غلط، لكن ما ينفعش نقول على قناتنا، بنحميها لان ده دورنا، لكن انت طلعت اهنت اعضاء جمعيه عموميه سابقين، هنتهم باللفظ والقول وكل حاجة. طلعت اتكلمت كتير قوي عن جماهير النادي الأهلي وهنتها،
وشتمتها وقلت ألفاظ لا يصح، وكمان عمرك ما قلت مرة واحدة بدل ما الأهلي بيتكلم على 10,000 زودوا بقى يا أمن، زود يا سيادة الوزير اللي بيدخل عندك كل يوم. قلت له زود العدد، الأهلي داخل عنده ماتشات أفريقيا، فأقف جنبه زودوا التذاكر بدل 20 خلوهم 30، ده شكلهم زي الفل الماتشات اللي فاتت كلها. فرقت وقسمت، الشيخ زايد مش عارف جماله واللائحة دي مالها وكلام صعب قوي. اتكلمت عن رئيس نادي بيتعامل معاك بمنتهى الاحترام، تطلع تقول لي تعمل لي السم في العسل، تطلع تقول لي ده محترم وقيم وحاجة مشرفة وحاجة محترمة، وبعدها بثانية دي بتفرش لشتمته وإهانته. ربنا يهديك، أنت عند الكعبة. نصيحة من واحد أصغر منك على الهوى، ادعي من قلبك وغمض عينك والمس الكعبة بإيديك، ادعي لربنا يغفر لك ذنوبك على مدار الشهر بس الأخير اللي انت عملته في نفسك وفي النادي الأهلي. اطلع فاصل سريع وارجع لحضرتك.